اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مسحه كورونا غيبت ثلاثه من الاهلي وثلاثه من الزمالك. مين هيدفع فاتوره كورونا اكتر؟ مين اللي يتاثر فنيا اكتر؟ مين اللي غياب الثلاثه بتوعه هياثروا على افكار مدربه اكتر؟ ده كان سؤال مهم جدا طرح في اكتر من برنامج. يمكن الكابتن وليد صلاح الدين امير الموهوبين والمحللين الحقيقه في اون تايم سبورتس قال رؤيته على شكل الاداء المتوقع. مين غيابته تفرق اكتر؟ بص خلينا نتفق ان عشان احنا برضو يعني لعيبه كوره فهنبقى مش ماشيين مع الناس قوي في فكره ان الزمالك غياباته مؤثره اكتر او الاهلي. الحاله عندك حسبه تانية؟ عندي حسبه تانية خالص. إيه الحاله في الملعب يا ابراهيم؟ يعني ممكن الونش يلعب وممكن اوباما يلعب وممكن عبد الله جمعه يلعب ويبقوا وحشين فربما ضرت النافعه مثلا. ايوه لا مش الفكره حالتك يوم المباراه هتبقى عامله ازاي. يعني ديانج احسن لعيب في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، لكن انت تضمن لي انه لو كان لعب كان هيبقى احسن لعيب في الملعب؟ لكن خلينا نقول ان غيابات الفرقتين من وجهه نظري مؤثره على الدكه. مؤثره على الدكه. يعني النادي الاهلي التغييره الاولى كانت وليد سليمان، تغييره مهمه جدا وممكن ينزل ويبقى احسن لعيب في الملعب ويهدف. ايوه التغييره الثانيه كانت حمدي فتحي. بما ان ديانج والسوليه هم اللي هيبتدوا فحمدي فتحي تغييره مهمه جدا. النهارده حمدي هيبقى في الملعب وما عندكش ولا ديانج ولا حتى احمد فتحي. فهتمشي ازاي في نص الملعب لو حابب تغير دكه النادي الاهلي؟ يعني تكاد تكون انت قلقان كاهلاوي تروح لدكه نادي الزمالك قلقان جدا. لان انت يعني عبد الله جمعه مش هيلعب فغالبا اسلام جابر هيلعب. لو مين اللي هيلعب على حساب اوباما؟ لو قلنا ان شيكابالا مثلا ناحيه اليمين وزيزو في النص وبن شرقي شمال، وانا بتفق معاك لما سالت كابتن حمادة عبد اللطيف ممكن يبتدي شيكابالا، انا اظن انه ممكن جدا يبتدي، بالعكس هو اظن هو الاقرب شيكابالا. لان اناجم وهو بيسخن رجله شدت. امام عاشور مش متأيد. اسلام جابر رجع على ورا. كاسونجو هتحطه فين؟ لو حبيت انك تحط كاسونجو ناحيه الشمال هتضطر تضحي باحسن مكان لبن شرقي وهتدخله جوه. هتدخله في نص الملعب مكان اوباما رقم 10. فبالتالي اظن ان دي تغييره تضر نادي الزمالك. طيب يا سلام عليك يا وليد صراحه. شوف خدنا في سكه. شوف انا واحنا جايين في العربيه كنا بنتكلم، ناس شايفه ان الكابتن وليد الفتره الاخرانيه مش لا يعني ما بيلعبش الماتش كله وديانج مش عارف ايه، لكن هي هتاثر على الدكه. ودي اهم جمله اتقالت. طبعا انك انت بقى الفرقتين بقى محكومين في الاختيارات. فالدكه ساعتها يا اما هتخلي المدرب يستحمل لعيب مش بيديله احسن حاجه في الدنيا، يا اما هتضطر يعمل تغيير شبه اضطراري. لان انت لما تشوف دكه النادي الاهلي افريقيا هو باقي فيها مين؟ هيبقى في كهربا اظن. وهيبقى موجود جيرالدو واحمد الشيخ. ورامي ربيعه. رامي يبدا يا ياسر. يا واحد منهم. محمود وحيد. هو محمود وحيد. لا والله دكة مش وحشة برضه. دكة برضه. ولو بدأ مروان محسن يبقى قالوا ديانج. قالوا باجي. قالوا باجي. الزمالك هتلاقي نفس الشيء. هتلاقي برضه. شوف الفرقتين مليانين لعيبة. لكن مؤكد إن العناصر الأساسية هتبدأ. لا العناصر اللي غايبة دي كانت هتديك دكة أتقل. كانت هتديك دكة أتقل. أو مش دكة أتقل، دكة تكتيكيًا فيها مرونه اكتر.